في سيرفايكال جروف بيبقى موجود في بيهايند البوستيرور ليفل بتاع الباكل كاب. الميلبرسا ويل ديفلوب ادي السايكل اهي، بتبقى مثلا موجوده في الميل والفيميل اهو، البويضات بتاعتها بتنزل مع الزرق بتاع الدواجن بتاع الطيور اهي، دي او دي او دي، وبعدين تبدا تنمو بره وياكلها تاكلها بقى الايرث ويرم، او ياكلها حشره يرقه الحشرات، او تاكلها الاناليس اللي هي بعض الحاجات اللي في الارض، وبعدين تبدا تنمو فيها تبقى بلاطينيك هوست ويبدا فيها. وممكن تتعدي من الطيور، تتعدي من الارض على طول مباشره، يعني ممكن يبقى لها دايركت لايف سايكل، يعني خد بالك، ويعني سهل قوي. الباثوجينست بتاعتها بيحصل دامج لللنج اثناء المايجريشن في بتاع الورم، وبعدين يحصل هيموراجيك وسويلنج، في حتى بتحصل نيمونيا. ادي التراكيه مليانه الديدان، ادي ان هو مش قادر ياخد نفسه، بيفتح بقه عشان ياخد نفسه لان التراكيه مقفوله، بتبقى في صعوبه في التنفس، وديت اللي هي بيزاكو، بتبقى في اكسيديت في التراكيه دي، بتخلي في رالس رالس كده، يعني ايه المي الهواء ماشي زي ما يكون في ميه، فبيؤدي الى صوت حشرجه في الأصبة الهوائيه بتاعه الطيور، فبيسموها جاب ويرمز. جاب ويرمز يعني حاجات بتشعر كده، تمام. وريد لانج ويرم لانها شكلها احمر من انها بتمص الدم، فبيسموها ريد لانج ويرم، تمام. وبعدين ممكن تعمل اسفيكسيا انها تاكل الطيور. ديت اللي هي السوبر فاميلي الاولانيه اللي هي سترونجلويديا، فيها فاميلي سترونجليدي، فيها فاميلي ترايكونيماتيدي، فيها فاميلي شابرتيدي، فيها فاميلي اميداستوماتيدي، فيها فاميلي سنجماتي، تمام. السوبر فاميلي التانيه بقى، التانيه طويله بس خفيفه شويه، ترايكو سترونجلويديا. يبقى في سترونجلويديا وفي ترايكو سترونجلويديا، وبعدين في واحده تالته هيبقى اسمها ميتا سترونجلويديا. يبقى في سترونجلويديا وترايكو سترونجلويديا اللي احنا هنتكلم عليها. فيها اتنين فاميليز، فاميلي ترايكو سترونجليدي من الاسم، وفاميلي اللي هي الديكتوكوليدي، تمام، اللي هي لانج ويرم تانيه بس حاجه تانيه، تمام. الترايكو نيماتي الترايكو سترونجليدي، ترايكو سترونجليدي دي عيله كبيره قوي. الجينيك كاركتر بتاعتها انها الفاميلي دي عباره عن سمول سلندر ويرم، يعني بتبقى هير لايك، بيسموها هير ويرمز، يعني شكلها شكل شعر رفيع جدا، تمام، وصغيره ميكروسكوبك او ماكروسكوبك، لكن هي فيري ثين. الباكل كبسول بيكام سمول فيستيجيال ابسنت في الادلت، يعني هنا الباكل كبسول فيستيجيال يعني ضامره او ممكن مش موجوده خالص، تمام. لكن الكوبلات البرسا ويل ديفلوبد، موجوده، وخصوصا اللاترال لوبس طواله جدا، والدورسال لوب صغير قوي، يعني الدورس او والسبيكيو عباره عن ايه طويل او طويل. الاسوفيكس سيمبل كلاب شيب، الفالفا هتبقى موجوده في البوستيرو في التلت الاخير او يعني في حلب النص كده. الاكز اوفل وسينشيل وترانسبيرنت، والامبرو هنا من 8 ل 32، يعني ممكن 8 ممكن 16 ممكن 32 خليه، اللي هي المورال ستيج اللي احنا قلنا عليه قبل كده، لان هي نفس البيضه. الجينس ده اول جينس في ترايكوسترونجيليدي، ترايكوسترونجيليدي فيها جينس ترايكوسترونجيلس من نفس الاسم كده، جينس هيبقى فيها حوالي 4 5 جينرا، لكن ايه يعني اهمهم ترايكوسترونجيليدي، ترايكوسترونجيلس كجينس، تمام. الترايكوسترونجيلس ده الكاركتر بتاعته بيبقى فيري ثين هير لايك ويرمز، يعني زي الشعر رفيع قوي، بتبقى حوالي 1 سم في الطول، لكن هي رفيعه قوي، تبقى الريدج في الكاريشن بتاعتها السبيكيوس فيري شورت، تمام. البرسا الفنترال لوبس ويل ديفلوبد، الدورسال قليل طبعا، البرسا فيرمل يعني بتتحد، حاجات دي بتبقى بتشذ عن الايدل او الايه اللي هي التيبيكال كوبيتي بيرسا، بتشذ عنها، ولذلك الفنترال هنا سبورت باي بتبقى سيميلر مش قد بعض الفنترال ريز. الفنترال بيبقى صغير،
اللاتروفنترال بيبقى سيك، يعني مش لازم تحفظوا الحاجات دي كلها او تعرفوها، لكن بتبقى ابنورمال، والتولس بيكيولس اللي هم البنيين دول الموجودين. السبيكيولس بيبقى شورت واكسسوري بيس بتجورلكم از بريزنت، الفالفا بتبقى برومننت عليها متغطيه بغطاء صغير كده بيسموه بفلاب، فلاب او فالفلر فلاب، تمام. وهكذا دلوقتي في حاجات تكون ديفول. الهابيتات عندنا التايكوستوجيرس اكزي دي موجوده في الابوميزم بتاع الشيب والكاتل والكاملز، بتبقى الرومننت انيمال عموما، وممكن الهورس وممكن البيج وممكن الانسان. ترايكوستوجيلس اكزي يعني بيبقى وايد في الديستريبيوشن بتاعه. الكاليبري فورمس موجود في الدودينم بتاع الشيب بتاع الشيب والكاتل والاذر رومي. سنترو فورمس موجود في الانتستين بتاعت الرابت. ريمس ده موجود في السيكم بتاع التشيكنز والدموس. اللايف سايكل، اللايف سايكل بقى ده كل اللي احنا هنقوله اللايف سايكل بتاعته واحد، بمعنى تعرف فيهم حاجه كلهم هيبقوا متشابهين، كل الجيل اللي احنا هنقولها دلوقتي بتاعت الطريق سترونجيلتي، تمام. الفيميل اوفيبيرس بتحط الاكز هنا فيها شويه خلايا، يا 8 يا 16 يا 32، تنمو الفيرست لارفل ستيج بره ثم تفقس، الفيرست لارفل يتحول الى في الاكستيرور الى سكند الى سيرد، العدوى عن طريق السيرد، العدوى عن طريق السيرد عن طريق الاكل كونتمينيتد بالفود او ووتر بالسيرد لارفل ستيج، وبعدين هنا المايجريشن هيستوتروبيك مايجريشن، النمو جوه هيستوتروبيك مايجريشن، يبقى العدوى بيرقص بالسيرد لارفل ستيج انفكتيف، وبعدين هنا بتاع بيبقى مايجريشن في الاستومك، يعني موجود في الاستومك هتهاجر في الميكوز بتاع الاستومك، الموجود في السمول انتستين هتهاجر في السمول انتستين، وهكذا، تمام. يبقى الاكز هنا ديفلوبت في الهاتش في الجراوند، انفكتيف لارفا ار ريتش 3 دايز، انفستيشن بليس باي انجيشن انفكتيف ستيج. في الجسم بقى اللارفا بتبقى بتخش شكل سيبن تريز ميكوز ممبرين اوف ذا سمول انتستين، بورتنج للايه السيرد لارفل ستيج، وبعدين الفورس لارفا بتخش اللومن تاني بتاع الانتستين او بتاع الاستومك عشان تحيش. يبقى الليست اللي هنا بتبقى هيست كلها كده، اللايف سايكل دي واحده، ما نيجي للزيرو سايكل نقول زي اللي فاتت زي اللي فاتت زي اللي فاتت، كلها كده تعرف انها اوفي بيرس بتنمو بره تكتب السيرد لارفل ستيج الانفكشن بيرقص، وبعدين جوه هيستوتروبيك مايجريشن عشان تنمو حسب الهابيتات بقى اللي انت هتعرف. بس جينيستي هنا جاستف انترايتس دارك دايريا دهيدريشن دارك دايريا ليه؟ لانه بيحصل نزيف دم والدم بينزل بيتخلط بالاتش سي ال في الابوميزم او وبعدين يبدا يسود، طبعا الاسيد هيماتين ده لونه اسمر او اسود، تمام. الجينس الثاني بقى جينس اوسترتاجيا بيسموه سمول براون ستومك ويرم، سمول براون ستومك ويرم ده الميلز بتبقى حوالي يعني اقل من سنتي ما يوصلش سنتي، الفيميل بتبقى سنتي وكسر، تمام، بتبقى براون في الكاريشن بتاعها، ولذلك بيسموها البراون ستومك ويرم. البراون بكر الكبسول رودومنتري، مفيش بكر الكبسول اهو زي ما شايفين كده في العين اللي في النص دي باينه اهي، تمام. السيرفايكال بابيلا لوكيتد توورد ذا بوستيرور اند اوف ذا اوسوفجاس في بابيلا، تمام. السبيكيولز هنا اتنين هم ايكوال زي ما احنا شايفينهم في العين اهو، البيرسا اللاترال لوبس والديفلوبد، تمام. الفالفا موجوده في مغطيه بتغطيها بغطاء اسمه فالفولار فلاب، دايما الاجز هنا بتبقى يعني برضو نفس الباثوجينيستي بتاعتها هايبر بليجا في الجاستريك جلاند، تبقى لما بتخش الميكوزم بتاع الجاستريك وول بتعمل الديولس اللي انتوا شايفينها ديت الاورام والخطوط اللي احنا شايفينها دي تحت الميكوزا، وبتؤدي الى الانفلاميشن، بتؤدي الى جاسترايتس، بتؤدي الى نكروز في الابوميزم، بتؤدي الى دياريا، والدياريا دي بتوصل براون او جرين في الكلاريشن بتاعها. ده الجينس الثاني الاوسترتاجيا. الجينس الثالث بقى المهم قوي 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 اللي هو الهيمونكس، الهيمونكس بيسموها باربر بول ويرمز
او twisted worms او wire worm او large stomach worms. barber ball worm او twisted worms او twisted wire worms او large stomach worms. الجنرال كاركترز ادي كميه كبيره جدا، الصوره دي كميه كبيره جدا منها اهو، تمام. ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن كلهم اغلبهم كلهم فيميلز. ليه بقى فيميل؟ ليه؟ لان الزايده ديت اللي موجوده دي كلها اللي لونها فاتح دي، دي عباره عن فالفولار فلاب مغطيه الايه الكبيره، بتبقى كبيره وطويله مغطيه الفالفا، مغطيه فتحه الفالفا، تمام. وكل دول فيميلز، تمام. الميل هنا بيوصل حوالي 2 سنتي، الفيميلز هنا بتوصل حوالي 3 سنتي. يعني الباكل كبسول هنا بتبقى فيها دورسال تيس صغيره، في لاترال بابيلا او سيرفايكال بابيلا موجوده فيها. الميل بيرسا بتبقى لونج لاترال لوبس موجوده اهو، ادي لاترال لوبس اهو، ادي يمين ادي فوق وادي تحت. والدورسال هنا بيبقى شابك في الليفت لاترال، يعني هنا الدورسال هنلاقيه شابك مع الليفت لاترال، الدورسال هنلاقيه متحد مع الدورسال. والريس اللي في الدورسال واخده شكل الواي شيب، شكل واكله شكل الواي شيب. الفالفا هنا اهو متغطيه بالفالفر فلاب زي ما احنا شايفين اهو، تمام. ودي مميزه ليها قوي 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 قوي. الايج اوفال اهي وموجوده فيها خلايا وبتبقى يلوش براون او براون او هو لاخره وهكذا. وبعدين تنمو بره بقى وتنفس الفيرست ثم الى سكند ثم ثيرد ثم تحدي وهكذا. هتلاقي اللايف سايكل زي بربول بيه، لانها هي بتتغذى على الدم، هي بلاد سكر، هي بلاد سكر، تمام. فالجت مليانه دم، الدم ده بيتحول الى اسيد هيماتين بيبقى اسود. وبعدين التستس او الاوفري، الاوفريز او التستس اللي موجوده فيها لك لونها ابيض ملفوفه حوالين الجت، فتلاقي زي واحد لابس عمه محطوطه عباره عن جزئين ملفوفين حوالين بعض، واحد لون واحد لون، زي الناس اللي بتلبس عمه مثلا فيها لون اخضر ولون ابيض او هكذا. فبيبقى زي البربري كده اللي بيلبس عمه على دماغه معموله من شالين، واحد لون واحد لون، فبيعملهم زي الحواية كده ويلفهم على بعض، يبقى لون اسود ولون ابيض، بتبقى اسمها باربر بول او تويستد، لانها زي السلك كده بتبقى يعني سبايرال تويستد، زي الايه وزاك بيسموها واير تويستد او ستومك وور، لانها موجوده في الابيض بتبقى موجوده ستومك. بالنسبه بقى انيميا دارك كالر فيسز، ليه بقى؟ لانها اسيد هيماتين بيبقى ينزل اسود في البراز، فبيعمل سادن ديس في الحيوانات، في الحيوانات الصغيره. سيفير هيموراجيك جاسترايتس، هايبر اكيوت، يحصل ويك واماسيشن وبوتل جول من الـ من الـ من, الـ من الأديمة اللي بتحصل. ليه؟ لانه بيقلل نسبة البروتين في الدم، فيحصل الفيسكوستي بتتأثر فبيحصل أوديما وهكذا. فطبعا هنا بتبقى دي الهيمونكس دي من اخطر الديدان، لانها بلاد سكرز وعليها شغل كتير جدا لانتاج الانتيجينات والفاكسينات بتاعت بعض الطفولات اللي منها الهيموكس. الجينس الرابع جينس كوبيريا. كوبيريا ديت الميل بيبقى حوالي نص سنتي، الفيميل بتبقى سنتي. كوبيريا زي ما احنا شايفينها دلوقتي لها فيزيكال حوالين الانتيرور، ما فيهاش بقل كبسول، لكن فيها فيزيكال موجوده في الحته اللي حوالين الانتيرور اند بتاعتها. ويل ديفلوبد في اللاترال لوبس والسبيكيولز موجوده التو وايكوال وسيميلر وهكذا. طيب دايما ده بالنسبه للفيميل بقى بتبقى الفالفا موجوده هنا عليها فالفا فلاب بس اصغر قليلا، اللي هي النتوء الصغير اللي تحت ده بيبقى نتوء صغير مغطي الفالفا بتاعتها، فبتبقى فالفا فلاب اصغر من الهيمونكس كونتورتس فالفا فلاب اللي احنا قلنا. يعني طبعا الكوبيريات الهابيتات بتاعتها عندنا الكوبيريا بانكيتاتا ده موجوده في السمول انتستين والابوميزم بتاع الشيب والجود،
عندنا الكوبيريا أونكوفورا، دي موجودة في الكتل. عندنا الكوبيريا كارييسي، دي موجودة في الكتل. لايف سايكل زي اللي فاتوا بالظبط، باثوجينيسيتي ضيارية، هايدريشن كونديشن، ويكنس، لوس اوف ابيتايت ولوس اوف ويت. تمام، اي حاجة تعمل لوس اوف اللي هو ضيارية بتعمل على طول ديهايدريشن، تعمل لوس اوف كونديشن، تعمل لوس في البرودكشن بتاع الحيوان، الصوف بيتأثر، اللبن بيتأثر، لو انتاج لحم بيتأثر، وهكذا كل ده بيتأثر نتيجة اللوس اوف ابيتايت برضو صغير. بعد ادي البيهايند كراون في انترنال سيرجل سمول بابيلا موجودة في بعد الكراون، الدورسال اوسوفجاس الدورسال اوسوفجيال تيس بتبريزنت، يعني فيها تيس او نتوء بعد الاوسوفجاس شوية، وهكذا. عندنا البرسة بتاعت الميل اللاترال لوبس اهي كبيرة، والدورسال لوب اهو صغير. ادي البويضة، البيضة بتبقى شكلها حوالي 8 خلايا، شكلهم جميل جدا، موجودين في البيضة 8 خلايا جميل جدا. تمام، الكوباتي بيرس زي ما احنا قلنا تو لاترال، تو لارج لاترال لوبس وسمول دورسال وان. البيضة اهي الشكل بقى، دي رسمة لكن دي صورة اهي. الخلايا دي اللي بتلاقيها زي الروزت، الخلايا دي 8 او 4 زي شكل الوردة كده في قلب الايه القشرة، فبتلاقيهم شكلهم جميل جدا 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 جدا. تمام، وهكذا. الهابيتات بتاعتها موجودة في الهابت سمول انتستن بتاعت الشيب والجوت، في او موجودة في الكتل برضو، في السمول انتستن بتاعت الكتل موجودة في انواع منها هنا وانواع منها هنا. تمام، وهكذا. اللايف سايكل هنا هوت النيماتودايروس، الاجز هنا دوت نوت هاتش انتل ذا ثيرد لارفال ستيج از بريزنت، يعني ما بتنمو هنا. كل اللي فات ده التو ما يتكون الفيرست لارفال ستيج في الاج بتفقس، والسكند والثيرد يتكونوا بره. هنا لا، دي ما تفقس لحد ما يتكون فيها السكند ثم الثيرد، وان تخرج الثيرد يتحول الى انفكتيف بره. تمام، وبعدين يطلع يتحول الى انفكتيف ويعدي على طول. الثيرد لارفال ستيج بيخش ميكوز ممبرين بتاع سمول انتستين، وبعدين يتحول المولت مرتين، وبعدين يرجع تاني على اللومن بتاع الانتستين عشان يكون العدد. يبقى هي اوفي بيرس فيل تنمو بره في الطبيعه الى ايج فيها السكند والثيرد لارفال ستيج. الثيرد لارفال ستيج هنا اكسبشن عن اللي فات، خد بالكم، يتحول الى ثيرد لارفال ستيج في قلب البيضه، يفقس، يعدي الحيوان، يبقى هيستوتروبيك ميجريشن جوه، يبقى العدوى هنا بالقص برضو زي ما اتفقنا، وبعدين يهاجر في الميكوزا ميرين بتاع السمول انتستين، ثم يتحول الى الرابع، ثم ينزل اللومين يتحول الى ارض. الباثوجينيست بتاعته بيؤدي الى انفلاميشن في الميكوزا ميمبرين وديستراكشن وديهايدريشن. الحاجه الاخيره بقى، الجيرس الاخير من الفاميلي ديت او الارت اللي هي ترايك سترونجيري، اللي هو اسمه كامل سترونجيرس، هو ده شبيه تماما بالاسترتاجيا، اكسبت ان البرسه بتاعته تو لارج لاترال لوبس بكيولز ايكوال لونج نارو. الهابيتات موجوده انهابت في الابوميزم بتاع او السمول انتستين بتاعت الجيماتس كامل سترونجيرس. لايف سايكل باثوجينيستي زي اللي فات بالظبط زي ترايك سترونجيرس.